زي ما دايما متعودين كالعاده بنبدا معاكم اخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى امس اهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدي براني وعقد لقاء معهم، وقال سيادته ان التحدي الاقتصادي هنقدر نتجاوزه وهيبقى تاريخ زي الارهاب ما بقى تاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى. كمان الرئيس قال نقطة مهمة جدا، وقال إن الدولة بتعمل على تقليل أثار التحديات الاقتصادية خاصة على المواطنين الأولى بالرعاية، واتكلم كمان عن عدد من المشروعات التنموية اللي تم إنجازها في الفترة اللي فاتت، وقال إن مشروع زي الدلتا الجديدة بيوفر فرص عمل عديدة لأهالي مطروح. تفاصيل وأخبار هنعرفها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي حصلت امبارح، الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى امبارح أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدي براني وأدار حوار معهم، وقال سيادته إن التحدي الاقتصادي هنقدر نتجاوزه وهيبقى تاريخ زي الإرهاب بقى تاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى. وأضاف الرئيس: التحدي الاقتصادي الناس متأثرة بيه، وأنا عارف إن الأسعار مرتفعة، لكن بنحاول بكل قدرة نقلل من تأثير الأزمة دي خاصة على المواطنين اللي ظروفهم صعبة. امبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة لا تتحدث عن المشروعات الجديدة إلا بعد التأكد من أنها تحقق الإفادة للمصريين، مضيفاً إن مشروع زي الدلتا الجديدة بيوفر فرص عمل عديدة لأهالي مطروح. امبارح كمان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مخرجات الحوار الوطني اللي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. وأضاف سيادته عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: إنني إذ أتقدم لكافة المشاركين في إعداد وصياغة هذه المخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آليتها التنفيذية والتشريعية. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خطة تطوير النقل النهري في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وأكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ هذه الخطة اللي بتستهدف زيادة نصيب النقل النهري ضمن منظومة النقل الرئيسية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل المردود المتحقق من هذه الخطوة وبخاصة تقليل التكلفة وخفض استهلاك الوقود ومراعاة البعد البيئي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم تكريم لاعبي ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين في مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضي 2022-2023، وأيضاً أوائل الدوري الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2022-2023 وأبطال بعثة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية فيتشي 2023. الحقيقة أنه الاهتمام بالمحافظات الحدودية يعني مش طبعا بعد فترة كبيرة جدا من التهميش لم يكن اهتمام في قطاع واحد بل في كل القطاعات، واعتقد ان احنا كلنا شفنا الكلام ده امبارح، وكان واضح من استقبال الناس هناك لسيادة الرئيس وهم بيتكلموا معاه وهم بالفعل حاسين ان في تنمية حصلت في محافظتهم اللي اتثابت لسنين كتيرة جدا ما كانش في حد بيقرب لها. واكبر دليل على هذا الاهتمام ان هم قالوا ان المسافة من اسكندرية لحد مطروح كان الطريق يعني شبه طريق مهجور، دلوقتي بقى فيه تنمية طول ما انت ماشي من اسكندرية لمطروح، وده بيأثر المسافة لما تلاقي فيه مجتمعات عمرانية جديدة في المكان ده بيأثر المسافة. عدد كبير جدا من المشروعات سواء بقى محطات الطاقة الكهربائية اللي في سيوة، الطرق، المحاور الجديدة، محطة الضبعة، مشروع الدلتا اللي الرئيس اتكلم عنه انه بيوفر فرص عمل كتيرة جدا لأهالي مطروح. عدد كبير جدا من المشروعات في كل القطاعات تمت في محافظة مطروح وبيتم الحقيقة في كل المحافظات الحدودية. جبا بكل تأكيد يا شاذ، يمكن انت فنت سريعا جدا وباختصار اللي حصل في مطروح، لكن لو هنبص للصورة الأكبر هنلاقي انه في بعض النقاط لازم نتوقف عندها، وهي فكرة ان احنا تخلصنا من المركزية، فكرة ان احنا خلاص لا تهميش للأقاليم وللمحافظات الحدودية
بكل تأكيد. أيضا فكرة أنه إن يبقى عندنا كدولة خريطة استثمارية لاستغلال الموارد اللي عندنا. يمكن تابعنا حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات كتير جدا الحقيقة ومناسبات كتير جدا، فكرة أنه هيتم استغلال الموارد المصرية اللي موجودة في المحافظات حسب كل مورد والموارد الموجودة بالفعل في كل محافظة يا شاذلي، لأنه كنا بنشوف أنه فعلا في جهود بتبقى موجودة في محافظة ما لكن بما لا يتناسب مع مواردها، بما لا يتناسب مع احتياجات المواطنين فيها، أو حتى بما لا يتناسب مع الوظائف اللي هم بيقوموا بيها. يعني بنلاقي مثلا محافظة تشتهر مثلا بالصيد، هتلاقي فيها مشروعات لا تمت للصيد بصلة، فبالتالي ما بتكونش مفيدة ليهم. دلوقتي شايفين خريطة استثمارية بيحصل فيها تطوير في كل المحافظات حسب موارد كل محافظة. لو كلمنا عن مطروح أعتقد أنه فعلا إحنا محتاجين نعرف أكتر عن مصر وعن محافظات مصر. مطروح فيها موارد كتير جدا، انا يعني انا محتاره اتكلم عن اي مدينه مثلا في محافظه مطروح. احنا بس لو اتكلمنا عن سيوه فقط يعني كلام هيطول الحقيقه. لو اتكلمنا عن مدينه زي مدينه مرسى مطروح من اجمل شواطئ العالم، لو اتكلمنا عن الساحل الشمالي الغربي وكم التنميه اللي حصل فيه، وبالمناسبه لسه يستوعب المزيد من التنمية ويستوعب لسه خطط تموية وتطوير أكتر بكتير جدا. هذه الخريطة الاستثمارية دي مهمة جدا لأنها بتستغل كل مورد عندنا حتى بالإضافة للمورد البشري اللي هو الأهم بالنسبة للدولة المصرية، فرص عمل، أنه يكون في مدن مأهولة طول السنة، أنه يكون طول الوقت في موارد بيتم استغلالها. لو اتكلمنا بس عن التمور مثلا اللي بتخرج من محافظة مطروح اللي بتصدر بالمناسبة بره من أجود أنواع التمور في العالم. فأنا أعتقد يا شاذلي كل هذه الجهود هي مهمة جدا وهي بتقودنا الحقيقة لرؤية مصر 2030 وللجمهورية الجديدة بكل تأكيد. صحيح جمانة، وزي ما الرئيس دايما بيقول إن احنا دي البداية، يعني دايما الناس تقول له يا رئيس احنا متشكرين على اللي انت عملته، فيقول لهم لا دي البدايه، احنا لسه قدامنا كتير ولسه مكملين في التنميه. على كل خلونا نروح نشوف ايه اخبار المحافظات. هنروح مثلا شمال سيناء، هنلاقي انه تم تخصيص قطعه ارض لانشاء مركز اقليمي للاسعاف بتكلفه وصلت 70 مليون جنيه. اما في المنوفيه فتم توفير 228 فرصه عمل للشباب وده بالتعاون مع القطاع الخاص. صحيح. أما في الغربية فتم الإعلان امبارح عن تحصين 199 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، وفي سوهاج تم تنفيذ أكثر من 6000 مشروع تموي لدعم الأسر الأولى بالرعاية. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات أخرى هنعرفها مع حضرتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في شمال سيناء تم تخصيص قطعة أرض بجوار مستشفى العريش العام في مدينة العريش لصالح هيئة الإسعاف لإنشاء مركز إقليمي للإسعاف في شمال سيناء على أعلى مستوى بتكلفة 70 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم إنشاء 10 نقاط إسعاف جديدة في مختلف مناطق المحافظة. في الشرقية أعلنت المحافظة إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك ساعد في توفير 55,333 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت 3,091,000,000 جنيه، وده من خلال تنفيذ أكثر من 18,000 مشروع. في المنوفية أعلنت المحافظة أنه تم إتاحة 228 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة من خلال إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، وده بالتنسيق مع المناطق الصناعية بأويسنا والسادات والمنطقة الحرة بشبين الكوم خلال شهر يوليو الماضي. في أسيوط تم الإعلان عن قرب انتهاء موعد تقديم المشروعات في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية في 1 سبتمبر المقبل، وتم تخصيص جوائز قيمة للمشروعات اللي هتفوز بالمبادرة. في الغربية أكدت مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه 199 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وده خلال الحملة القومية الثانية لعام 2023. كما تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.
في مطروح أكدت المحافظة أنه تم خلال الثلاث سنوات الماضية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في كافة القطاعات لتواكب ما يتم على أرضها من إنجازات قومية كبرى بعدد 472 مشروع بتكلفة 12 مليار و372 مليون جنيه، كما أنه مخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام 2023-2024 تنفيذ عدد 89 مشروع بتكلفة 442 مليون جنيه. في كفر الشيخ نظمت مديرية التضامن الاجتماعي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على غير القادرين بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي لأهالي 14 قرية. في سوهاج شاركت مديرية التضامن الاجتماعي كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في توفير 6838 مشروع تنموي متمثل في قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشي، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم ليهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.